جواد عبد الفتاح من مواليد 26/4/1980 بالوالدية. واش نقول لك انا كيفاش تقريت الله يستر وصافي. كانوا كنت قريت في دفتر واحد وميكا كحلة. شكون اللي اكتشفني انا كنضحك؟ هما الناس ديال الخدمة مع كنت نضحكهم تما ونبسط معاهم. قال لك والو انت اللي غتشارك في كوميديا. قلت لهم انا نشارك في كوميديا، الناس ما لقاو ما يديروا يتفرجوا فيا انا وجهي كيلحق. يا هذيك الناس عاد جيت وجينا الكوميديا وبغيت نضحككم ولكن ما تدوش عليا. لا دخلنا عليكم وجه الرحمه، لا تدوش عليا راني راكني بغال هنا. اللي قلتها لكم شدوها معدي، بغيتو تضحكوا ضحكوا، ما بغيتوش تضحكوا اخويا ما عندي ما ندير لكم. داك النهار صبت شويه الشتاء فاضت علينا اخويا المدينه، ما بقى سميتها الدار البيضاء ولا سميتها الدار الفيضاء. فقت مع الصباح ما لقيت لا ضوء، حليت الشارجم طليت كيبان لي الموصل الدار. قلت لها امي كريتو لينا في جزيره، ما احنا كارينا واحد البيت مشكله. واحد السيد جارنا عبد الصمد ديما يوصل خطيبته للخدمه ناضفه، بقى الطوموبيلات تغطاو بالماء، وتا العساس لقاها وصلته الحمله الاربع. هز واحد رجع دار مزوج بانيوات مشى قال لها زبيده يطل عليه. قالت لي اش بغيتي عبد الصمد؟ قال لي يلا الخدمه. هو يغني لي هذاك الديسك ديال يا الزينه هاري ليديك هاكي ليديا، جوج بانيوات واحد ليك واحد ليا، يا الله نمشيو لخدمتنا ويقولوا لينا مبروك على غرقنا. كتبغي هاد المهنة كتموت عليها، وعلاش ما كتبداش؟ عندك وجه جميل، عندك حضور قوي، لكن ما عندكش إبداع، ما عندكش رؤية أو بعد نظر كبير. مع الأسف الشديد دزتي معنا. نهار زوين هذا، جانا واحد النهار شفتو هذا. اشنو سميتك؟ قال لك سميتي جوادي عبد الفتاح. جوادي عبد الفتاح، شنو هي الأمنية ديالك يا جوادي؟ الأمنية ديالي نولي برملية. شنو هو البرج ديالك؟ البرج ديالي نولي سليعفان. اشنو المشكل ديالك انت؟ النشاط، نشاط بزاف. هكذاك النشاط، والنشاط هذا ماشي مشكل، هذا مزيان. المشكل ماشي مشكل النشاط، لا ما كنقطعش، عندي شي حاجه انا فارية بغيت نصوبها. ارتاح ارتاح، دابا منو عليك تمشي للكنازه انت؟ لا ديك النهار مشيت للكنازه عباد الله تبكي وانا غنموت في الضحك. ارتاح ارتاح، انت غادي تحبس غير شويه، تحبس غير شويه باش نقلب لك انا على دواك في خاطري، تحبس غير شويه من الضحك. واخا هي الاولى. انت باش غادي نسكتوا عباد الله؟ مشكل. عارف الكونسلتاسيون بشحال عندنا حنا هنا؟ شحال؟ 100 درهم كاع؟ 20,000 30,000 40,000 ولا غنعيط لك على البوليس؟ شد فمك عندك، شد فمك عندك. العار لا باقيش الذكور البوليس، ما كاينش نلعب مع البوليس. انت باقي كتقرا ودير الضحك. العار راني باقي عا كنقرا. باقي كتقرا ما بقيتش تعاود. عمرني نعاود. صافي. عمرني نعاودها. يلا سير. العار سير. العار انا مزوجك. سي يفتح تبارك الله عليك، زعما لي تيكست ديالك كاين الكاك وداك الشيء، ولكن كتوقف كيوقع لك بزاف هاد السيمانه ملي كنا كنخدموا البروميير سكتش ديالك، عندك بزاف ديال البلوك اللي نسالك شي حاجه كتبلوك كتوقف، خاصك تخدم على تكمل ما توقفش. عرفتي علاش كتوقف؟ حيت كتبقى تحسب، دير حسابات في دماغك، كتبقى تحسب ليها واش هكا واش غيضحكوا واش ما غيضحكوش. لا انت كتطلع بواحد لو بليزير، واحد المتعه كديرها تما كتضحك، حيت هذيك المتعه اللي كانت فيك انت المتعه كتعكس علينا حنا الجمهور. لما كانش فيك لحسينا بك انت شاك في راسك ما كانش يقوش فيك. التجربه ديالي في كوميديا كانت زوينه بزاف، وتنشكر الناس اللي شجعوني باش نشارك في كوميديا، الناس سيرتو الناس ديال الخدمه اللي كنوجه لهم تحيه من هذا المنبر هذا،
وتنوعد الجمهور المغربي بان كوميديا هذا العام ان شاء الله غتكون متميزه.